حسين، اليوم أكثر من مرة أنت تعرضت لعملية اعتقال ومحاولة تكميم الأوفاء، لكن رغم هذا أنه أنت مستمر بمناشداتك ودعمك للمواطن. طبعا احنا فقط ملاحظة عندنا، وارجع الى سؤالك، نتمنى من حكومة السوداني ان لا تكرر اخطاء حكومة الكاظمي وتقمع الصحفيين والمتظاهرين والناشطين والناس الاحرار. هاي تعرف انت الصحفي ما يقدر اذا ما يكون قلمه حر ويحكي بكل صراحة، ما يقدر. احنا كنا متخوفين من هاي الحملة، حملة المحتوى الهابط، ان يعني لها تبعات بدايتها صحيحه ونهايتها مو صحيحه. هسه جاي نلاحظ يعني بداوا بالمحتوى الهابط انتهوا يعني باصدار اوامر قبض بحق الدكتور وغير الدكتور. نتمنى من وزاره الداخليه او بقيه الوزارات ان لا تصعد يعني مثل هكذا امور، وبالتالي الوضع حاليا هدوء والعراق جاي نشوفه على السجن. يعني حسين برايك اليوم اللي ينتقد حاله سلبيه يعني يعتبر محتواه هابط؟ هم ما يتحملون النقد، يتحملون مني يعني يحلبوننا او يجيبون يعني وزاره النفط. خلينا نتحدث على وزاره النفط واحنا بالبصره، شنو فضل وزاره النفط علينا غير السرطان والسل والفشل الكلوي والبيئه والتلوث والعماله الاجنبيه والفساد بالعقود؟ شنو مطينتهم حتى تشتكون على صحفينا؟ والله دكتور قصي شفيق يشرف هواي من المفسدين بهاي الوزارة وبهاي الوزارة. نعم.